اسمي محمد سعد الموسوي. محمد صاحب الغريفي. أحمد عبد الحسين. نجار متقاعد. أنا بصف الثاني متوسط. مؤذن مسجد الشواكة. مجالس الإمام الحسين هي مدرسة الحسينية بحد ذاتها مدرسة ثقافية بنفس الوقت، وتثقف الشخص اللي يقعد تحت المنبر الحسيني. الإمام القاسم عليه السلام يكون قدوة حسنة لكل شاب، فهو شاب عاشوراء ويكون قدوة صالحة لنا. أولاً يروى أن القاسم عليه السلام لم يبلغ مرحلة الحلم، ومن المواقف الجميلة جداً أن الإمام الحسين عليه السلام سأل القاسم كيف ترى الموت، فأجابه أنه أحلى عندي من الشهد، والشهد هو العسل. وهذا يدل على شيء يدل على شجاعة وإيمانه للقاسم، ونستنتج من ذلك على الشباب الاقتداء بالشخصية الجليلة للقاسم عليه السلام. سلام الله على القاسم العريس، احنا نسميه القاسم العريس. هاي بالمناسبات مثل هاليوم هو يوم القاسم عليه السلام، هاليوم بالذات بالعالم تمثل له الصواني الشموع والشوكليت على اساس هو عريس، وطلع ويا الامام الحسين معركه الطف استشهد، فمشت عليه يوم القاسم، قاسم العريس يسموه. فشوف اكثر هسه المواكب معتقدين بيها من زمان، مو من هسه، احنا قبل ما ملاحقين عليها، بس هي من زمان الشوكليت والشموع وهذا هيئه عريس، يزفوه بهيئه عريس. وهذا ما يدل على شجاعته وعقيدته الحقه، وأن الإمام القاسم تميز عن باقي شباب كربلاء بتفكيره المنير، وعلينا أن نقتدي به وندافع عن الحق ونصرته في أي مكان وفي أي زمان. يقول في كلمة يا ليتنا معكم فنفوز فوزا عظيم، يقول هاي ما تنحكي بذاك الوقت، مو يا ليجي ينطقه، بس ذو الحظ عظيم. غير هاي ما نقدر احنا ذاك اليوم ما نعرف نقول لك اي او لا، مو اكيد. بس اذا تقول لي بهذا الوقت ونعرف قضيه الامام الحسين، لا هاي فداء بعد صارت مجبور عليها لان حجه. صدق شيء شوف اللي هسه الاطفال الشباب هذا اللي من يمشون اليوم يوم الامام القاسم، شوف الصواني اللي سووها بالبيوت، شوف المجالس الحسينيه هسه يوم القاسم تجي شوف هنا عندنا بالحسينيه نسوي له مجلس حلو يليق باسمه. سوف أفعل كما فعل الإمام القاسم عليه السلام، وأتقدم وأستشهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. أجيال أجيال، إحنا أجيالنا وأبانا وأجدادنا الحين لما عارفين الساعة بهاي الخدمة الحسينية، يعني ما تسمن هاي. والتقيس سكو جهالنا أطفالنا بنات رجال، يعني نجيبهم ويانا دائما دول الأطفال حتى يتعودون.